في علاقة أن توصح في البحر هذه اللي مرتها ذيك الأيام. نعم كنت زعما كنت جيب المنظمة واحد العدد ديال المستجدات على حساب هاد الأطفال الأنابيب والعلاج العوق والمشاكل اللي كتعلق بواحد العدد كبير من المغاربة اللي واحد الإحصائيات في 2015 درتها الجمعية المغربية لطب الخصوبة متوقفة بالدور البروفيسور السروي. هذيك الإحصائيات أعطت فعليا 12%، ما يعني عندنا على 850 ألف زواج ما كيعانيو بهذا المشكل ديال العقم. دونك كاين مشاكل كبيرة كترتب على هذاك العقم كالإرهاق النفساني، مشاكل اضطرابات في الحياة الزوجية، في المشاكل اليومية. دونك كيما واحد طبيعيا خصو نقلبو على داك السعادة ديال الوليد والبنية في الدار، هادشي زعما طبيعي خص الدولة تساهم فيها. والحمد لله هذيك الندوة الصحفية كانت جابت المستجدات بأن عدد واحد العدد الأدوية لعلاج هاد المشاكل ديال العقم غتكون إن شاء الله تحت التغطية الصحية من طرف الوكالة الوطنية اللي للتغطية الصحية لنا. وهذا زعما خبر الحمد لله كل شيء استقبلوه بواحد الفرحة، ودابا بان الأمل لهاد الأزواج اللي عندهم مشاكل كبيرة إن شاء الله علاجها غتكون زعما مصاريف الدولة غادي تعاون فيها. دونك غادي كاين زعما أمل كبير في المستقبل من هالناحية، لأن يعني الأدوية الأخرين راهم عامين اضطرابات هما، وكاين زعما بدات المرحلة ديال الاعتراف بهذا المشكل كمشكل وطني كيخص لابد الدولة تدخل فيه باش تعاون الأزواج اللي عندهم مشاكل عقم. وقاش كنظن دكتور لاسيني ستدخل على الخط ان شاء الله الضمان الاجتماعي؟ هو الضمان الاجتماعي راه داخل في الدولة الحقيقة. نعم 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 غادي يدخل، هو غير داكشي عن ترتيب الوقت، مسألة وقت. الوقت هذا هو، لأن كاين الوكالة الوطنية ديال التغطية الصحية بدات، وغالبا غادي يكونوا سميتو لاكي سوسيال اس ان اس اس، ومن بعد سميتو هذوك ديال لاسيرونس بريفي معناتها هذوك لاسيرونسات اللي عندهم خاصة تأمين خاص. تأمين خاص. نعم. هذوك اللي غادي من بعد غادي لابد هادشي مع المدة، بحال جيراننا الجزائر وتونس وعدد من البلدان اللي عندهم هذه التغطية الصحية من ناحية على الأقل من ناحية الأدوية. نعم دكتور. ونسعى الله من بعد تجي التغطية حتى على المصاريف التكلفات اللي كتكون في هذه الحالات ديال العلاجات العقم وأطفال الأنابيب والتلقيح الخارجي. هادو تهما على مصاريف كثيرة من ناحية يد الطبيب ومصاريف مختبرية إلى كذلك. وانا دكتور تكلمنا على المشكل ديال كورونا، مشاكل اللي مرشوا بها نخرج من هذا المشكل. كورونا كتاب علينا جائحة عالمية، وما نهضروش على العواقب ديالها، لأن العواقب كانت أولا اقتصادية صحية أولا، ومن بعد اقتصادية كل شيء متقاس فيها تقريبا. ليميناج عملتها رواتب الناس، كاين اللي شاتلو، كاين اللي نقصات، كاين زعما حالة خطيرة اللي واقع فيها دابا المجتمع المغربي، كل المجتمعات كل العالم كامل. نعم. وحنا عندنا أمل كبير في هذه الحملة ديال التلقيح اللي وطنية التلقيح، لأن نحن من البلدان الأولين تقريبا شمال أفريقيا والعالم. دونك كاين أمل كبير بأن غادي نتفاداو هاد المشاكل وترجع واحد الحياة إن شاء الله طبيعية من ناحية طبية ومن ناحية صحية ومن ناحية اقتصادية. هذا هو المتمنيات ديال كل وطني، كل مغربي اللي كتهضر معاه، يبغى يرجع للحياة الطبيعية. شنو اللي بغاو؟ دكتور حنا على أبواب التلقيح إن شاء الله، وبعض الناس متخوفين. دكتور شنو يمكن لك تقول لهم؟ هذا شيء ديال التخوف، ما عنده حتى شيء، ما عنده حتى شيء سميتو دليل. ما كاينش شي دراسه علميه بينت بانه كاين خطر على المواطن، ما
هذه الدراسات اللي داروا وجميع التلقيحات اللي داروا كانوا حالات قليلة خاصة ديال ماشي زعما نقولوا لهم تضاعفات تضاعفات اللي يمكن انها وقعت، ولكن ماشي ما كاينش الحجه بانه متعلقه بداك اللقاح انت، ولكن ما كاينش شي دراسه علميه كتقول لك كاين عليه خطر للمواطن. وانا شخصيا ندير اللقاح لا بد من اللقاح يكون، لان ما يمكنش الواحد يخمم يلقى في دور بلا ما يكون. كلمه اخيره دكتور، المواطنين الناس كلمه اخيره دكتور، الناس المرضى. نعم الناس المرضى. الكلمة الأخيرة هي معلوم خص لابد من اللقاح، ماشي كاين هاد التخوفات اللي الناس كتهضر عليها بأنه كيدير ولا كيعمل هادشي كله غير ما عنده حتى شي أساس علمي. واللقاح كيظهر لي واجب وطني، لأنه الواحد كيمرض دونك عنده خطر على راسو وعلى المجتمع، فعادي إلا مرض كيسرب المرض دونك على جميع من جميع النواحي جوانب خطرة. لا بد هذا اللقاح زعما يتم من ناحية زعما بصفة وطنية إن شاء الله، زعما ما خصش المواطن يعكس ولا يتخمم مطلقا كاين خطر، كاين خطر في هادشي هذا، هادشي راه دابا ما غنبقيناش نهضرو فيه، كاين خطر نهائيا. نشكرك دكتور بزاف. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.